السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم إلى حصاد السعيدة أبدأه بالعناوين. تظاهرة حاشدة في عدن إحياء لذكرى ثورة أكتوبر وللمطالبة بحق تقرير المصير، ومشاركون ينصبون خياما وسط دعوات لاعتصام تصعيدي مفتوح. مجلس الأمن الدولي يهدد مجددا بفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية في اليمن، وبن عمر يؤكد أن العملية الانتقالية في اليمن مهددة بالانهيار. الداخلية تكشف عن مقتل قياديين من القاعدة في انفجار مخزن أسلحة بالبيضاء واستشهاد عقيد وإصابة 4 جنود في كمين بشبوة. أهلا بكم إلى التفاصيل. شهدت محافظة عدن اليوم تظاهرة حاشدة نظمها أنصار الحراك السلمي إحياء للذكرى 51 لثورة 14 أكتوبر المجيد وللمطالبة بحق تقرير المصير. واحتشد مئات الآلاف من المواطنين الذين توافدوا من عدد من المحافظات الجنوبية، احتشدوا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر رافعين شعارات ولافتات تمجد نضالات الثوار وتضحياتهم الجسيمة في مقارعة الاحتلال البريطاني حتى انتصار الثورة في 14 أكتوبر وتتويجها بالاستقلال في 30 نوفمبر. كما رفعت في هذه التظاهرة التي حضرها عدد من القيادات الجنوبية ووصفها المنظمون بالمليونية، رفعت فيها الأعلام التشطيرية، ودعا المحتشدون فيها إلى التلاحم والاصطفاف لما يقولون إنه لأجل استعادة دولتهم وحقهم في تقرير المصير. نحن متواجدون هنا في ساحة العروض والذي هي ساحة شهداء القنوب الرئيسية من أجل أن نرسل رسائل إلى الداخل وإلى الإقليم ثم إلى الخارج، نقول لهم بأن القنوب دولة ومعترف بها، كان معترف بها بالأمم المتحدة، وإن شاء الله ستعود وستبقى كذلك. والرسالة الأخرى أيضا نقول للإقليم نفس الكلام بأننا كنا دولة، ويجب عليكم أن تلفتوا لنا لأن قضيتنا هي قضية حق من الناحية الشرعية. أولا شرعا ما هو حاصل في الجنوب هو احتلال، وقانونا ما هو حاصل في الجنوب العربي هو احتلال، وعرفا ما هو حاصل في الجنوب هو احتلال. احتفلنا اليوم في ساحة العروض بخور مكسر في انطلاق ثورة 14 أكتوبر. هو احتفال في هذه المليونية، هي مليونية الحسم، نعتبر مليونية الحسم وهي مليونية الخلاص من الاحتلال اليمني. فنحن في هذه الساحة احتشدنا في صباح مئات الآلاف، وستكون الفعالية بعد لحظات ونحتشد فيها الملايين لنوصل رسالتنا للعالم بأن هدفنا هو التحرير والاستقلال واستعادة دولتنا. وفي سياق متصل قام مجموعة من المتظاهرين بإنزال علم الوحدة اليمنية من على سارية أمام أحد فنادق مدينة خور مكسر، وقاموا باستبداله بعلم دولة اليمن الجنوبي سابقا. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق التظاهرة التي دعا إليها الحراك للاحتفال بذكرى 14 أكتوبر في مدينة عدن. هذا وقد نصب بعض المشاركين في هذا التجمع الكبير خياما مطلقين بذلك اعتصاما مفتوحا للمطالبة بتقرير المصير واستعادة دولتهم السابقة. وكان الحراك الجنوبي المنظم للمهرجان الاحتفالي بذكرى ثورة 14 أكتوبر في مدينة عدن قد أعلن بدء اعتصام لمدة 3 أيام تدشينا لمرحلة جديدة من التصعيد المطالب بفك الارتباط. وفي حضرموت احتشد الآلاف من أبناء المحافظة في مدينة المكلا للتعبير عن سعادتهم بذكرى ثورة 14 أكتوبر. البيان السياسي الصادر عن الفعالية دعا إلى ضرورة التصعيد الثوري ودعوة القيادات الحزبية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حضرموت إلى إعلان فك ارتباطها بصنعاء والانخراط في جبهة القوى الثورية التحررية. وأشار ذات البيان إلى أن القضية الجنوبية ليست قضية يمنية داخلية
يمكن حلها بالتسويات، محذرا من نقل الصراعات الطائفية وتصفية الحسابات بين القوى في شمال اليمن إلى الساحة الجنوبية. كما ناشد البيان المجتمع الدولي بما فيها دول الخليج ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بواجباتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه المواثيق الدولية وإنصاف شعب الجنوب وحقه العادل في التحرير والاستقرار أو الاستقلال واستعادة الدولة. هدد مجلس الأمن الدولي مجددا بفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية الديمقراطية في اليمن، كما رحب المجلس بترشيح خالد بحاح لمنصب رئيس الوزراء في اليمن. وقالت سفيرة الأرجنتين بمجلس الأمن ماريا كريستينا بريسيفال إن الدول 15 الأعضاء لم يتخذوا حتى الآن أي قرار لتحديد مفتعلي التضربات في اليمن وفرض عقوبات موجهة ضدهم. وأضافت بيرسيفال التي تترأس مجلس الأمن لشهر أكتوبر الجاري إن المجلس موافق على اعتبار إمكانية فرض العقوبات أمرا ملحا. وكانت السفيرة الأرجنتينية تتحدث بعد مشاورات مغلقة للمجلس مساء أمس حول الوضع في اليمن. إلى ذلك أصدر المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بيانا أورد من خلاله إيجازا لإحاطته إلى المجلس الأمن الدولي في اجتماعه الطارئ حول تقديم العملية السياسية في اليمن. وعبر بن عمر خلال بيانه عن تخوفه من انهيار العملية الانتقالية مؤكدا أن الطريق الوحيد لإنقاذ العملية السياسية تتمثل بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة. كما أكد المبعوث الأممي إن جميع أعضاء مجلس الأمن مدركون للمخاطر المحدقة والمهددة للعملية السياسية في اليمن. لقد أطلعت مجلس الأمن على التطورات الحالية خلال هذا الاجتماع الطارئ المنعقد من بعد ظهر اليوم حول اليمن. جميع أعضاء مجلس الأمن مدركون للمخاطر المحدقة بالعملية السياسية في اليمن. لقد أبلغت مجلس الأمن بأن العملية الانتقالية مهددة بالانهيار، وشرحت بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ العملية السياسية هي عبر التنفيذ الكامل لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية. هذه الاتفاقية ترتكز كليا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها جميع المكونات السياسية، وتوفر الأمل الوحيد لليمن لتجاوز هذه الأزمة. لقد أكدت لمجلس الأمن أيضا بأن الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بالمساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويحدوني الأمل بأن كافة الأطراف ستتعاون بجدية للدفع قدما بالعملية السياسية. استشهد عقيد في الجيش وأصيب 4 جنود من شرطة النجدة إثر استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين أثناء مرورهم في المنطقة الواقعة بين عاصمة شبوة عتق ومنطقة خمر المجاورة لها. الجنود الذين تم إسعافهم إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة عتق قالوا في تصريح خاص لقناة السعيدة إن مسلحين مجهولين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة نصبوا كمينا لطقم أمني كان في طريقه من مدينة عتق إلى مفرق مديرية الصعيد، وهاجموا الطقم بقذائف RPG، مما أدى إلى مقتل العقيد محمد أحمد الميسري من ضباط اللواء 21 ميكا التابع لمحور عتق، فيما أصيب 4 جنود آخرين من شرطة النجدة بإصابات متوسطة، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة عتق لتلقي العلاج. وفي شبوة أيضا نجا قيادي في اللجان الشعبية من محاولة اغتيال، وأوضح قائد اللجان الشعبية في مدينة جول الريدة بمديرية ميفعة صالح علي سالم باقطمي النعماني للسعيدة إن محاولة اغتياله كانت عن طريق زرع عبوة ناسفة في سيارته من قبل مسلحين مجهولين، مؤكدا إصابته جراء هذه العملية ووصفها بالإصابة المتوسطة. وقال بفاطمي إن انفجار العبوة وقع أثناء توقفه بإحدى نقاط اللجان الشعبية الواقعة على الخط العام بين حي 70 وحي المشتبح في جول الريدة. أكدت وزارة الداخلية مقتل 2 من العناصر القيادية في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء.
وأوضحت الوزارة في موقعها الإلكتروني إن اثنين من قيادات التنظيم هما أسامة محسن السعدي أبو يحيى الحضرمي لقيا مصرعهما بانفجار عبوة ناسفة داخل مخزن أسلحة تابع للتنظيم في منطقة آل برمان بمديرية الزاهر، مشيرة إلى أن الإجراءات متواصلة لمعرفة تفاصيل أكثر عن الحادث الذي استهدف عناصر القاعدة وأدى إلى مقتل اثنين في مديرية الزاهر. هز انفجار عنيف مدينة رداع بمحافظة البيضاء في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين بشارع الحفرة وسط المدينة. مصادر محلية أكدت أن الانفجار ناتج عن عبوات ناسفة زرعها مجهولون في منزل أحمد البصيري أدت إلى انهيارات كبيرة في المنزل دون سقوط ضحايا كون المنازل خالية من السكان. وعلى الصعيد المتصل، هز انفجار عنيف مدينة رداع بعد ظهر اليوم بمنطقة السيانم القريبة من نقطة دار النجد العسكرية، أعقبها سماع صوت اشتباكات في عدد من شوارع وأحياء مدينة رداع. مصادر محلية أكدت أن الاشتباكات كانت بين مسلحين يعتقد انتمائهم للقاعدة وآخرين يعتقد انتمائهم للحوثيين أثناء محاولة تفجير منزل أبو علي الحبسي بحسب المصادر دون سقوط ضحايا تذكر، فيما أكد شهود عيان أن الانفجار ناتج عن قذيفة هاون يعتقد أنها من اتجاه قلعة رداع التاريخية وقعت بالقرب من منازل المواطنين، إلا أنها لم توقع إصابات بشرية. كما أعربت السفيرة البريطانية بصنعاء جيم ماريوت عن ترحيب بلادها. أعربت السفيرة البريطانية بصنعاء جيم ماريوت عن ترحيب بلادها بتعيين رئيس الجمهورية المهندس خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، معبرة في ذات الوقت عن أسفها لتأخر ذلك وأخذه وقتا طويلا، مشيرة إلى أن بريطانيا تتمنى أن تصل اليمن إلى بر الأمان. لا زالت لدينا الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها، وكان من ضمن الأمور التي تم التوصل إليها اتفاقية السلم والشراكة، وهي تعمل بالتوافق مع المبادرة الخليجية. من المؤسف أن اختيار رئيس الوزراء الجديد أخذ وقتا طويلا، لكن نحن سعداء بالاختيار الذي توصل إليه رئيس الجمهورية باختيار خالد بحاح، ونرى أنه الرجل المناسب للقيام بالدور والوقوف مع رئيس الجمهورية للوصول باليمن إلى بر الأمان. ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان اليوم بصنعاء مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن جيم ماريوت الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وإصلاح قطاع الخدمة المدنية الذي تم تنفيذه وكذا ما يتم تنفيذه حاليا وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. وفي اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأن قيادة الوزارة تعمل على التخلص من الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين، مشيرا إلى أن اتفاق السلم والشراكة تضمن كثيرا من مهام بناء المؤسسات والإصلاح المالي والإداري وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة، حيث ستتم كل التعيينات في الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والنزاهة. وأشار الوزير شمسان إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات حقيقية تؤدي إلى بناء الدولة المدنية الحديثة التي يصبو إليها جميع اليمنيون. دون شك يعني بأن اتفاق السلم والشراكة تضمن الكثير من المهام المرتبطة ببناء دولة المؤسسات، المرتبطة بالإصلاح المؤسسي والإصلاح الإداري، المرتبطة بتطبيق مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في شغل الوظيفة العامة. يعني هذه المهام الأساسية التي تمثل التحديات الكبيرة في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، ناهيك عن المهام المتعلقة بالتخلص من أوجه الفساد المتمثل في الموظفين المزدوجين والوهميين، وأيضا الإصلاحات المتعلقة في الجوانب الإنفاقات غير القانونية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة. وفي سياق متصل، أكدت السفيرة البريطانية بصنعاء جيم ماريوت بأن المملكة المتحدة أشادت كثيرا بإصلاحات الخدمة المدنية التي جرت مؤخرا، مطالبة الجهات المعنية بمواصلة تلك الجهود حتى يتم التخلص من الازدواج الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة.
المملكة المتحدة معجبة كثيرا بعمل وزير الخدمة المدنية السيد نبيل شمسان، ونحن نرى أنه رجل مناسب في مكانه، واليمنيون الآن يعملون وسيصلون إلى المكان الذي يكونون فيه يحصلون على ما يستحقونه، ويتم التخلص من جميع المظاهر السلبية من الازدواج الوظيفي وغيره. أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تمسك المؤتمر وحلفائه بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وأكدت اللجنة في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس المؤتمر علي عبد الله صالح، أكدت أهمية توحيد الجهود والرؤى بين كافة القوى السياسية من أجل إنجاز المهام الواردة في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب الوطن أي مزالق خطرة ويكفل الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته. سيطر مسلحو جماعة الحوثي اليوم على مطاري الحديدة المدني والعسكري بعد ساعات من فرضهم حصارا عليهما بحسب مسؤول محلي، ليؤكد مسؤول أمني أن الحوثيين دخلوا أيضا مبنى المحكمة التجارية. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن الحوثيين فرضوا منذ مساء أمس حصارا على عدد من المواقع الهامة في الحديدة بينها المطارين المدني والعسكري قبل أن يستلموهما دون وقوع مواجهات. وأشار المصدر إلى أن مسلحي الحوثي تسلموا نقاطا أمنية رئيسية في المحافظة بناء على توجيهات عليا دون إعطاء مزيد من التفاصيل. تحت شعار لا للميليشيات لا للإرهاب، تظاهر اليوم بصنعاء المئات من المواطنين للمطالبة بإخراج المسلحين من العاصمة صنعاء وعودة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية. وفي التظاهرة التي شارك فيها ناشطون ومثقفون وجابت عددا من الشوارع، دعا المتظاهرون الدولة لتحمل مسؤولياتها الوطنية والقيام بواجباتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشددين على ضرورة وسرعة رفع ما وصفوه بالمظاهر المسلحة وإنهاء ما اعتبروه سيطرة المسلحين على مؤسسات الدولة. احتشدنا في هذا المكان لنوصل رسالة، نريد إعادة هيبة الدولة، إخلاء الميليشيات المسلحة من صنعاء العاصمة، أيضا تنفيذ بند السلم والشراكة، وإذا كان أي فصيل من أي مكون كان يريد أن يختلط في العملية السياسية فلا يقوم بالابتزاز السياسي أو أخذ ما يريد بالقوة أو بقوة السلاح، فليشارك العملية السياسية بالسلم. اليمن هي أغلى من كل شيء، ويجب أن نعمل جميعا من أجل اليمن، ونحن عشنا في ظل حكم 30 سنة تحت السلاح، ويجب أن ننزع السلاح ونعيش بالسلم والسلام ونعمل من أجل الوطن. توفي 6 أشخاص وأصيب نحو 13 آخرين في حادثة انقلاب حافلة بمدينة المسيميرة محافظة لحج. وقال مواطنون في المنطقة إن الضحايا ينتمون لعائلة واحدة، وإن من بين المتوفين أب وثلاث من بناته، وكانوا في طريق العودة بعد مشاركتهم في مراسم زفاف ابنتهم إلى مدينة الحبيلين. وأشار بعض الأقارب الضحايا إلى أن الحادث ناتج عن انفجار في أحد إطارات الحافلة، وهو ما تسبب بحرف المسار وارتطامها بمنحدر، ومن ثم انقلاب الحافلة عدة قلبات ما رفع عدد الضحايا. انتهى الحصاد مشاهدينا، في نهايته تذكير بأبرز العناوين. تظاهرة حاشدة في عدن إحياء لذكرى ثورة أكتوبر وللمطالبة بحق تقرير المصير، ومشاركون ينصبون خياما وسط دعوات لاعتصام تصعيدي مفتوح. مجلس الأمن الدولي يهدد مجددا بفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية في اليمن، وبن عمر يؤكد أن العملية الانتقالية في اليمن مهددة بالانهيار. الداخلية تكشف عن مقتل قياديين من القاعدة في انفجار مخزن أسلحة بالبيضاء، واستشهاد عقيد وإصابة 4 جنود في كمين بشبوة. انتهى الحصاد، نلقاكم غدا بإذنه تعالى في نفس الموعد. في أمان الله.
الله.